استضافت جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي في لقاءين منفصلين طبيب العيون الدكتور ساندو كرويت الفائز بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الخامسة. وخلال جلسات حوارية استعرض من خلالها الفائز مبادراته الإنسانية وجهده الدؤوب في إيجاد حلول إبداعية مبتكرة، ودعا الطبيب الطلبة والشباب إلى بناء فريق يمتلك النزاهة والحماس والإيجابية وتكوين رؤية مشتركة مع أعضاء الفريق الواحد ومواصلة الجهود والتمسك بقوة الإرادة والوحدة والتركيز على الهدف للبقاء على المسار الصحيح تحقيقا للنتائج المرجوة. من جانبه توجه أمين عام جائزة عيسى لخدمة الإنسانية علي عبد الله خليفة بالشكر والتقدير إلى جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي ناقلا تحيات سمو الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم تقديرا وإعجابا بالجهود التي تشارك بها الجامعتان. طبعا أسعدنا اليوم تواجد الدكتور صدوق الفائز بجائزة الشيخ عيسى للإنسانية ومشاركته لتجربته وخبرته مع المعنيين في الجامعة والطلبة بالذات. صراحة التفاعل اللي صار والتجربة اللي عرضها يعني حتى من ناحية الأفكار وكيفية التعامل وكيفية تحويل الحلم إلى حقيقة، صراحة يعني احنا حتى كأكاديميين استفدنا صراحة منها. I think life is not infinite. هذه الحياة ليست دائمة ولا تستمر إلى الأبد، وكل منا متواجد فيها بهدف ما، فأهم هدف هو أن تكون معطاء للآخرين. لذلك أعتقد أنه من المهم أن نشعر بحس الإنسانية لمساعدة الآخرين، وخاصة لمن هم يشعرون بالحاجة الماسة للمساعدة. Human beings, especially those who are in trouble. طبعا أشكر كل الجهات اللي ساهمت في إن هي تستضيف الدكتور ساندو كرويت اليوم. كان جدا لقاء ملهم، كان جدا لقاء محفز، جدا مؤثر، وألهمني في إن أنا أواصل مسيرتي الدراسية في خدمة المجتمع في المجال الطبي.